سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء أصوات داخل المحادثات. قم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإشعارات والأصوات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على الأصوات داخل المحادثات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء الأصوات داخل المحادثات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.